24 فريق، 6 مجموعات، يتأهل منهم أول وتاني وأحسن 4 توالت يروح بعد كده للأدوار الإقصائية. هنتكلم شوية ونستعرض مع حضراتكم زي ما قلت لكم أهم المواجهات، أهم الماتشات، ومين فرصه أكبر في التأهل من الدور الأول أو من دور المجموعات. مرة تانية برحب بحضراتكم طبعا، وبرحب بضيوف في الاستوديو كريم سعيد ودكتور وليد حديدي، أهلا بيكم مرة تانية. نبتدي مع بعض نستعرض كده المجموعات طبعا. ونشوف يمكن احنا لسه متابعين تقرير طبعا عن اهم الاسماء فيما يتعلق بالمديرين الفنيين وكل واحد بالتاكيد عنده طموحاته وكل واحد عنده طبعا اهدافه، لكن خلينا نستعرض كده المجموعات واسمع رايكم مين طبعا عنده فرص اكبر للتاهل. المجموعه الاولى ايطاليا تركيا سويسرا ويلز. ابتدي بكريم. انا اشوف ايطاليا ويلز. ايطاليا ويلز. اشوف جاريس بيل هيدي اضافه قويه جدا للسكواد المنتخب ويلز بالظبط زي ما حصل في يورو 2016، وبعدها كمان جاريس بيل السنه دي يعني بيلعب يعني بمزاجه بقى خلاص، يعني الراجل انهى كل مشاكله مع الريال وراح توتنهام، ويعني المفروض يعني شكله افضل من السنوات الماضيه، فممكن ده ياثر على المنتخب السنه دي. دكتور وليد. يعني انا متخيل ان ايطاليا في شكلها الجديد مع روبرتو مانشيني والتوازن بين الدفاع والهجوم والنجوم اللي موجوده كمان عندهم، نجوم صاعده ونجوم في وسط الملعب، فيراتي وانسيني واموبيلي وبيلوتي، يعني فرقه محترمه. فانا متوقع ان ايطاليا كمان كل ماتشاتها على ارضها في روما، فمتخيل انها تتصدر المجموعه. انا رشح تركيا هي اللي تصعد مركز ثاني. تركيا بفريق قوي بظهر في التصفيات بشكل قوي، فريق واعد جدا، عنده مهارات، شالهانوغلو مثلا في افضل حالاته مع ميلان دلوقتي، طبعا بوراك يلماز واللي عمله مع ليل واحد اهم اسباب فوز ليل بالدوري الفرنسي، كمان عندهم ديميرال في خط الدفاع مدافع يوفنتوس برضه من النجوم المميزه جدا، فانا متخيل ان تركيا تصعد وهتكون يمكن هي الحصان الاسود في البطوله دي. طيب احنا بنسجل الكلام ده نرجع ونحاسب. يعني كل واحد مسؤول عن كلامه. ما انت اشترك معانا على فكره علشان الجيم يبقى ثلاثي. انا شايف انه ايطاليا وسويسرا الحقيقه، لان سويسرا بتقدم اداء كلنا مختلفين بس كلنا متفقين على ايطاليا. لا بس خلي بالك برضه يعني سيب مساحه، سيب مساحه لافضل 4 توالت. اوكي ماشي، بس هو بيتكلم احنا بنتكلم عن اول وتاني دلوقتي، ما تهربش ما تهربش يا كريم. خد بالك مش بتكلم بس على الترتيب، انت اختيارك لفرقتين معناه انك بترشح الماتش ده للناس، يعني انت اخترت ايطاليا ويلز، يعني شايف انه ضرب النار في المجموعه دي هيبقى ماتش ايطاليا ويلز. كده احنا عندنا 3 ماتشات ضرب النار يعني ظبطنا الدنيا برضه، خلي الناس تتبسط. طيب يبقى دي المجموعه الاولى. يمكن اغلب المجموعات يعني ممكن نختلف فيها او نتفق على فريق واضح ونختلف على الفريق الثاني، ما عدا طبعا مجموعه واحده، مجموعه ناريه، ما اعرفش ازاي الثلاث فرق دول وقعوا فيها، هنستعرض مع حضراتكم. ثاني مجموعه عندنا بلجيكا روسيا فنلندا والدنمارك. انا هرشح بلجيكا وروسيا. يعني انا مش كل مره هخليك انت الاول تختار بقى عشان ده ما انت اخترت خلاص في دي، وانت خدت مجموعتين هديله مجموعتين. ماشي. بلجيكا وروسيا. بلجيكا وروسيا طبعا جيل الدنمارك من وجهه نظرك بعيد. لا بعيد. بعيد خالص. كمان روسيا لسه ما زال يعني بتاخد ثمار الفريق الجاي اللي بالظبط شايف المونديال 2018. هو القدر يعني عايز نختلف معاك. طبعا بلجيكا شكرا ب9 نقاط، ده اول طبعا يعني لو قعدنا نتكلم عن بلجيكا عايزين حلقات. لا تاخد البطوله على فكره، تاخد البطوله. ورشح الدنمارك. الدنمارك بص منتخب عنده خبرات وبيعرف يلعب في الدورات المجمعه تحديدا. أيوة. بيعرفوا يلعب، عندهم اريكسن، عندهم اكتر من لاعب، حتى برايس ويت لما بيلعب مع منتخب الدنمارك بيتالق، عندهم اكتر من لاعب ممكن يعني يكون مباشر انه الدنمارك تقدم مستوى كويس. الدنمارك من الفرق اللي بيطلع فيها اجيال ترفعها فوق وبعد كده تنزل ما حدش يقدر، بيعرفوا يتعاملوا مع البطولات، يعني هم في الحاجات المجمعه دي هم ما بياخدوش بطوله، ما بيوصلوش لفاينل، بس بيعرفوا يمشوا كويس. يقدموا حاجه. طيب نروح لمجموعة الثالثة. هتقول توقعات برضو على فكرة. أنا بلجيكا يعني مش عارف بصراحة، يعني شايف الثلاثة التانيين ما يتأهلوش أحسن يعني. هم وحظهم بقى. طيب نروح للمجموعة الثالثة، عندنا أوكرانيا، النمسا، هولندا، ومقدونيا الشمالية. أبتدي بدكتور وليد مراد. طيب هو طبعا يعني منطقيا هولندا، مع أن فرانك ديبور مش عامل أحسن حاجة وكل الناس بتنتقده هناك في هولندا والإعلام الهولندي يعني بس معاه سكواد يعني أكيد محترمة. أكيد ما هو ده اللي يخليك هولندا على طول دايما يعني فرقه عندها سكواد محترم طبعا، يعني ما تقدرش تستبعدها ايضا حتى لو ما كانتش في حالتها او حتى بس اكيد طبعا اصابه ديليخت جت في وقت طبعا صعب طبعا. فان دايك
فان دايك وديليخت. وديليخت كمان مش اعتقد فان دايك. والله ده كده بيلعبوا من غير خط الدفاع. يعني فان دايك طبعا خط الدفاع لوحده. ديليخت وديليخت كمان من 48 ساعه. تمام يعني خلاص كده رسمي. بس برضو هل الاصابات والغيابات دي تاثر على فرصهم في التاهل؟ ما انت بتتكلم عن نجوم. لا ما بنتكلمش على فرصه التاهل. انا متفق طبعا. طبعا ان هولندا اكيد طبعا في مجموعه فيها اوكرانيا والنمسا وكوريا الشماليه اكيد تحجز. مين معاها يا دكتور وليد؟ يعني ممكن ندخل معاها. انا بص اوكرانيا عامله شغل كويس جدا مع تشيفيتشينكو. برضو ما بيكسبوش بطوله بس هم فين ايام تشيفيتشينكو. عندهم يرميلينكو عندهم تشيفيتشينكو. بص هو حتى عندك انا ميلانيستا اصلا بحب ميلان. فتشيفيتشينكو ده بالنسبه لي يعني حاجه مميزه جدا في الكوره. ليه رشحت اوكرانيا؟ لان النمسا برضو فريق متواضع. مقدونيا الشماليه هو جرام بانديف بس اللي نعرفه عن مقدونيا الشماليه. فهي اعتقد والنمسا ديفيد ألابا بس. ديفيد ألابا وارناوتوفيتش بس اللي في المهاجم. فاعتقد هولندا اول اوكرانيا تاني. انا برضو هتفق هنا مع وليد في هولندا واوكرانيا. وعايز اقول برضو ان اوكرانيا عندها اصغر لاعب في البطوله ناتالي تروبين ده 19 سنه وكام يوم و314 يوم. يعني ده اصغر لاعب في اليورو 2020. فاعتقد يعني برضو اوكرانيا من حاجه انت تابعته يا كريم شفته يعني حاجه اتفرج عليها. لا ما فكرش. انا ما بتكلمش فنيا بتكلم بس هو الرقم ان هو اصغر لاعب في البطوله. بس انا اتفق مع وليد ان هتبقى المجموعه دي يا الله. انا اتفق انا كمان يبقى هولندا واوكرانيا. يبقى احنا الثلاثه شايلينها مع بعض. طيب نروح للمجموعه الرابعه. عندنا منتخبات مش قليله الحقيقه. يعني برضو تعتبر مجموعه الى حد ما هيبقى فيها منافسه هيبقى فيها ماتشات قويه. مجموعه كلاسيكيه او مجموعه كلاسيكيه. عندنا تشيك انجلترا كرواتيا واسكتلندا. دكتور وليد يعني انجلترا اعتقد هتصعد اول. برضو بيلعبوا على ارضهم طبعاً. يعني هيلعبوا على ويمبلي. في ويمبلي والسيمي فاينل والفاينل عندهم كمان. ده لو كملوا هيبقى عندهم فرصه كبيره. اعتقد كرواتيا بالخبرات بقى والخط الوسط بتاع مودريتش وكوفازيتش ويعني فرقه محترمه خصوصا في خط الوسط اللي يعتبر اقوى خطوط الفريق. فاعتقد ان انجلترا مركز اول تشيك مركز ثاني. سوري كرواتيا مركز ثاني. كرواتيا مركز ثاني. برضه هتفق مع وليد في انجلترا وكرواتيا. وكرواتيا دالتش اعتقد برضه يعني يا عم منتخب جيد جدا ووصل بيه الفاينل في الفاينل المونديال. واعتقد فرقه فيها خبره فيها خبرات. عندها شخصيه البطل كمان. كبروا الامانه كبروا جدا يعني حتى مودريتش السنه دي مش مودريتش اللي فاز باحسن لاعب في السنوات السابقه. بس في دور المجموعات الخبرات هي اللي ممكن تحسم الامور. دي مواجهه خلينا نقول المجموعه دي كده بين كره اوروبا الشرقيه وبين الكره الانجليزيه. بالظبط صح بالزبط. يعني تشيك مع كرواتيا انجلترا واسكتلندا في ويمبلي ده يبقى جميل جماهيريا جدا جماهيريا بصراحه. ده من الكلاشات اللي ما تستبعدش اعمال عنف يعني ما تستبعدش المواجهه دي فعلا حساسه جدا. طول عمرها مواجهه حساسه. مواجهه بريطانيا العظمى دي اسكتلندا انجلترا ويلز. ويلز طبعا جاي جديد فكان الكلاسيكي المنتخب الكلاسيكي مع ايرلندا طبعا الشماليه منتخب اسكتلندا وانجلترا دايما منتظر. وتلاقي الاعلام الانجليزي من دلوقتي بيتكلم عن المواجهه دي. طيب نروح للمجموعه الخامسه. بولندا اسبانيا السويد سلوفيكيا. تاخد دورك يا اسبانيا وبولندا. اسبانيا وبولندا اسبانيا يعني وتستبعد السويد. لا السويد جيل اعتقد اختلف تماما. وكمان انا بصراحه كنت اشوف ان هم لو كانوا يعملوا استثناء لزلاتان وكانوا خدوا بعض من المستوى اللي قدمه الغريب بصراحه المستوى الغريب اللي قدمه مع ميلان خلال الفتره الاخيره. بس يعني عامه اعتقد الجيل مش زي مش زمان هو. لا مش هو. يعني اسبانيا وبولندا. اسبانيا هتعاني اليورو دي. اسبانيا هي بس اعتقد اسبانيا في سنوات الخروج من طريقه جوارديولا خلاص. يعني خلاص الطريقه اللي فضلت مسيطره على الكره الاسبانيه من سنه 2008 لغايه نقول 2000 اعتقد نهايه حقبه ميسي وتشافي وانيستا يعني. أوكي. خلاص الحقبه دي تخرج تماما والفريق هيرجع يلعب فيما قبل حقبه جوارديولا مع برشلونه. طيب نروح للمجموعه الناريه بقى. المجموعه دي ماتشات لسه ما قلتش على فكره توقعاتي عشان احنا بنسجل. انا اسف. فانا هحط اسبانيا زي كريم اصل انا اول مره اتفق معايا يعني ما تحرمنيش من الفرصه دي. فهحط طبعا اسبانيا وبولندا. وعلى فكره اسبانيا عندها منتخب شاب ومنتخب واعد برضو. هم خرجوا من دايره الاسماء القديمه الكبيره. هم عندهم يمكن البا وبوسكيتس حتى بوسكيتس جاله كورونا مش هيلعب. لكن عندهم فيران توريس طبعا بتاع مانشستر سيتي جناح
ممتاز جدا، باو توريس في خط الدفاع برضو مدافع واعد جدا، عندهم اكتر مراتا هو هيكون الاعتماد عليه بشكل كبير. أيه. لكن هو مش المهاجم اللي تعتمد، لكن كتشكيله جماعيه طيب ممكن. هكتفي بالقدر ده عشان الحق اخد اخر مجموعه المجموعه الناريه بقى. عندك فرنسا، المانيا، البرتغال، كلهم مرشحين طبعا، ومعاهم المجر حاجه كده من ريحه زمان كده بتاعت الستينات والسبعينات لما كانت المجر هي اللي يعني بعبع اوروبا.